تحيل صاير في عمليات الكري بطريقه، وانه على اول انت ما تعطي فليسات الضمد والكري، على اول ما يحرشوا فيك عصابه باش يهججوك من الدار اللي سكنت فيها. كيفاش يعملوا بالضبط؟ موضوع تبعوا أسامة الشوالي، بزنس الكراء الوهمي. عندي مصابة لألم بالرقبة، واضح. بيتوا في الشارع بعد ما طردوا في الليل. باش نوريكم من امبارتني والصغار، هذه الكهرباء نبات فيها انا وصغاري الأربعة والمرأة. هذا اللي بقى من آثار تعنيف، شعورات ودمومات في الشارع، سرقوا والضرب، وصلت الأمور للموت. شنو قاعد صاير داخل مجموعة من الأحياء؟ كيفاش تبدأ أول مرحلة في عملية التحيل عن طريق الكري؟ ناس عاشت كابوس الشارع تتحدث للحقائق الأربعة. الحكاية تبدأ من هون، ولاية المنستير، واحدة من الولايات المعروفة برياضها وخاصة بالأحياء السكنية اللي فيها والقريبة من الرباط، غادي وين موجودة الشركات والكليات وغيرها من المناطق الحيوية هون. برشا طلبة كل عام تجي لهنا باش تقرا، موظفين زادة كل عام تتنقل من ولايات أخرى لهون لأسباب مهنية. وماناش بعاد على هذا، احنا في دار كاريتها نجوى، مرأة عمرها 47 سنة، أم الأربعة صغار. نجوم ريتك تاع الكوميك، شفت نجوم بالحق، دوف حاجة في رأسي صارت لي، و لله الله محمد رسول. لبستنا بقينا أكثر من أسبوع، بنتي تبات في دار صاحبة بنت أختي، بنتي الأخرى في دار صاحبتها، أنا ولدي في دار أختي، خاطر كاري أختي استوديو زادة، ما عندناش فروشات، صار في فلوسي. ضربنا وتهندلنا وتعفس علينا وعشنا رعب، وتهددنا باللي تتخيله في مخك كل، بالتشليت، بالاغتصاب، بالقتل. هذا اللي بقى من بشع الدار هذه، ما زالوا كيكراوها باش يهربوا بجلدهم من اللي كان يستنى فيهم في دار أخرى قبل ما يجيو هون. حتى حد ما كان يتصور منهم إنه الموت في نهار باش تدق بابهم. لي أنا وأختي الصغيرة، أختي الصغيرة نعرفوك وين تقرا، نجيوك للليسي ونختصبوك، يعمل لي يخزر لي رجل كبير يقول لي أختك هذيك الصغيرة نختصبوها ونذبحوها وندفنوها في البطحة هذية. فيلم رعب بالحق، ما نجموش حتى نسووه من بيننا، ما كنتش نتوقع نهار يصير فينا هكذا. دخلوا الموقع، عجبتهم دار للكري، تصاور الدار وسومة خليتهم يوافقوا على العرض. أما مش هذا اللي باش يصير معهم. بعد ما قابلوا الملاك اللي نشر تصاور دار وحطها للكري، عجبتهم ودفعوا 550 دينار كري و550 ضمد. نبه عليهم الملاك انه عملية التنقيل تصير في الليل، ما فهموش علاش، كيما زاد وعدهم انه باش يحضر الكونترا اخر الجمعة، وشرط عليهم كيف انه اللي باش ينقل لهم دبش يكون من معارف. شروط ما ركزتش معاهم برشا نجوى، على خاطر راهو اخزر رفيسة الحكاية صارت فيسة، سمعت انا بعد شكون من جيران درا شنو عاملينها كل فخ، ولا ما فهمتش قالت ما فما واحدة لها 3 سنين دخلت لها فارة من أمني يسكن فيها الدار. هذا فيديو تصور من بركون الدار اللي كريت نجوى وبناتها، الأم وولدها قاعدين يتضربوا قدام الناس، أعياط وسياح، وهذا الكل باش يمنعوها إنها تدخل وتتفقد بناتها في الطابق الأول. يهدوا على الدار ويقتحموها ويكسروا دبش ويطردوا العائلة. نجوى نحاول أشعرها ولليوم مستحفظة على الجزء اللي تنحالها في الساشي هذي. تريف من شعر، خاطر عندي بلايس صلاع أنا من شعر. هذي بعد ما ضربوك وضربوا ولدك؟ أي بعد ما ضربوني وضربوا ولدي وضربوا بناتي، تهديدات ورعب عشناه، تهديدات
هذايا شعري، هذايا اللي صار فيا ام نتضرب، ولادي يخسروا، ولدي يتعقد، تو نهز في ولدي لتونس للطب النفسي، فهمتوا؟ الخلاف سهلولي. انا بعد غدوه ولدي عنده اجتماع، باش يعمل اجتماع خاطر عنده العظم خارج وذايا كل مكسر، نشوفوا شنو باش يعملوا له، عمليه تجميل تصليح، مانيش عارفه بالضبط، فهمتني؟ اكثر من 40 عبد، خاطر الجيران والعائله والاصحاب، كي وقت اللي بدا الضرب وشافوا خويا الصغير معناها كم شي حامي على امي، برشا رجال جاوا يضربوا، وفما واحد جبد سكينه اللي هو ولد اخته، جبد السكينه شي يضرب بها خويا اي من غير ما نشعر، عملت هكا خويا دزيت واش ما تجيش في السكينه، خاطر هو عمل هكا السكينه شي دخلها فيه جنحنا من جنبه، من غير ما نشعر دزيت خويا باش ما تجيش فيه الضربه، جات في اختي الصغيره هكا دوب خبشتها ومستها كعمل واني طايحه في القاعه، كي ريت السكينه اني ديجا في القاعه بعد ما تضربت. طفل مشى، ولدي عنده عظام خارج عاهه مستديمه، نهار في الليل كي سمعت بولدي باش يعمل عمليه وعنده 4 كسور في وجهه، ذي كل مكسر في الوجه، كان معتي خرجت لبرا، كان منصب فيا ليسونس وشعلني، خرجت الشعر نمشي وحدي لحد نمشي وخرجت، لا واختي ورايا شردنا. وقت اللي امي وقت ضربوها وكل نسمع في صوت العيار، هبطنا المشهد هذاك الكل، صدمت كي ريت امي داخل تطلع باش نهز تليفوني باش نكلم الشرطه باش نعمل اي حاجه باش نكلم حد يجي يعاوننا، طلع لي شد لي يدي وقال لي تطلب الشرطه نقتلك اليوم. انا ما بقيتش ما نعمل، قلت له والله نبوس لك ايديك ماني باش نكلم الشرطه باش نكلم الامبيلونس تجي تهز امي راهي داخل. علاش صاير فيهم هذا الكل؟ شنو الحكايه اللي وراء عمليات الكراء هذه؟ عصابات صنعت من عمليات البطش والتطريد خدمه كل جماعتين وساعات كل شهر حتى لين تبرد الحكايه. مولا الدار يحط داره للكراء، يستنى تليفونات ناس براينيه، شرط نجاح عمليه تحايله انه يكون الكاري من الغرباء على المنطقه، الملاك باش يقبض الكراء والضمط، ومن غادي في اقل من 24 ساعه تصير عملية تطريده بطريقة غريبة وبشعة، ويحرص في هذا الكل إنه لا يكون فما شهود ولا تتصور حتى لقطة من هذا الكل، كما زاد حرصه الأكبر على إنه ما يعملش كونتراته وما يعطي حتى وصل في استلام الكراه والضمض اللي خذاه. بحث الحقائق الأربع وصل إلى أحياء ممنوعة بسبب النزعة القبلية اللي فيها. نهج نلقاوه بكل عائلات ماخذة من بعضها وتكون من نفس العائلة، يتكتلوا ويرفضوا أي شخص غريب باش يدخل يعيش وسط الحي اللي على ملكه، طبعاً كيما هما يروجوا. أما عدد من الناس هذي حولوا نزعة العروشية التجارة يربحوا بها إكري وضمد كل جمعتين وكل شهر، يطردوا العائلة اللي جت باش تسكن، وبتبيع لا فما عقد ولا فما شاهد باش يشهد إنهم كارين هون ولا أعطاوا فلوس من أصل. أحياء مسيطر عليها العصابات خلت حتى الأمنيين بيدهم يتعرضوا نهار الخميس اللي فات في واحدة من الأحياء هذه لعملية تهشيم سيارتهم الأمنية وأضرار بدنية لسبعة عوان، امشوا باش يلقيوا القبض على واحد من المنحرفين اللي اختبى في حضن العائلة المسيطرة على الحي. فيها نزعة تعروسية على اعتبار وأنه حادثة أو سابقة خطيرة اللي وقعت بالعودة للحادثة هذه، أعوان مركز الحرس الوطني بقصر هلال اللي تلقوا نداء استغاثة عن طريق القاعة المركزية بمنطقة الحرس الوطني بطبلبة بطبيعة وبوعز أمني، كانوا توجهوا بسرعة على عين المكان لاستجلاء الأمر والقيام بالإجراءات اللازمة، كمين بكل ما في الكلمة من معنى كان بانتظارهم، مجموعة من ذلك الحي ومن سكان ذلك الحي شرذ ما سمحني في الكلمة من محرفين كانوا بانتظارهم، وابل من الحجارة ومن العسي وحتى آلات حادة انهالوا بها على أعوان الدورية، إصابات خطيرة، أحد الزملاء تقريبا 17 غرزة في رأسه، آخر إصابة مباشرة على مستوى العين، زميل آخر جروح خطيرة على مستوى بدنه. هالمجموعة هذه من العصابات هذه أصبحت معنا تقريبا موجودة في بعض الأحياء.
نفس الشيء اللي باش يصير لعائلة محمد وولاده اللي عمارهم ما يفوتش 8 سنين باش يضربوا ويطردوا من الدار اللي كرهه لهم به باش يسترهم فيها. تدمرت شنو جاع في قلبي يتقطع كل يوم. فجأة يوم ما جي باش يكري لجماعة أخرين لكوني كاري من قداه يعني 100 دينار شهر لقي كاري يا مخير 150 قال لي سايب لي الدار لقي كاري ما أهم وما أغلى قلت له أعطيني يمهني مدة ونسايب لك الدار قال لي لا مش على كيفك قال لي عندك يومين سبت واحد ما تخرجش فيها ما تعيش لك دبش كل برا. طبعا كري الدار بالكلمة وكان في باله أنه باش يعيش عيشة عادية. الملاك طردوا بنفس الطريقة كأنه لكريلو لنهار قابلوا فيه من أصل. وربع صغار عندي زوز أولاد وزوز بنات ومرتي في الشارع راسك أسبوع تو كل شيء مشي. ديجا صغاري عندهم شر ما يقروش موجوع برش إذا كان أبوهم ما عملت لهم معنا قد ما سعيت ما قد شكون يسمعني ولا يسمعهم ولا حقهم معنا ضايع تضربوا تهانوا تشتموا القراية بطلوهم منها حس روحي عايش في غابة معنا في غابة أسود مش في بلاد معنا متكتلين عليها بال معنا شمتوا فيها الناس الكل ما عادش ندري على روحي من كثر ضربوني ما عادش فايقه بروحي حتى صغاري رعبوهم وفجعوا دخلوا يجروا لداخل اصغاري قعدوا هم يضربوا فيا فهم اكهو بعتلي صورتني مرت خوه اقسم بالله ونحلف له ولدي اللي كبير يقرا سنه سادسه حتى غادي قبل ما نجو قال لي ماما لي كرهت الدنيا قال لي العيشه كرهتها سي اقسم بالله قال لي نتمنى روحي نموت ما عيني قال لي لا العباد الكل ظلمتنا ودايره فينا هيك اللي واتي معناها يتعدى علينا ويرفسنا يضربنا بدات معناها العباد جايتني للدار تهد عليا انا ما عمري تعدى على اي بشر معناها لا عمري تعديت لا على مراه لا على راجل حتى طفل صغير معناها ما عمري تعديت عليا. واحد من الناس اللي راوا وحنوا عليه بعد ما راوا مشهد بيتانو وبيتان الصغار في حضن اعطاه الكرهبة هذي اللي فرشها بالخطا ولا يسكن فيها هو وصغيرته ومرته. حب يأمن الصغار على الأقل في الليل على السقع وعلى الشواشة وعلى الكلاب وعلى برشا حكايات. قال لي هاي كرهبة هنا موجودة على الكياس تنجم تبات فيها الكرهبة في الليل وكثر خير مسكين بارك الله فيها. هو مش نوريكم من مباتني والصغار هذه الكرهبة نبات فيها أنا وصغاري الأربعة والمرأة هذا الأولاد ثلاثة يباتوا لهنا وصغير البيبي الرابع يبات هنا والمدام غادي وأنا منه. لا كونتراتو ولا وصل في استلام الأموال اللي يدفعها الكان يخلي وضعية الضحايا هشة قانونية ويخلي العصابات اللي تتحيل عن طريق الكراوات تستغل عدم دراية الناس للإجراءات القانونية اللازمة وتستغل زادة كيف كيف بطشة باش تعمل اللي تحب فيها وهي مطمئنة إنه الشخص اللي تحيلت عليه ما عنده حتى إثبات إنه في نهار من نهارات استلات على أموال ولا كان ضحية عملية تحيل.